المعارضة الفنزويلية تواصل ضغطها على الحكومة بالدعوة لإجراء استفتاء لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد. آلاف الفنزويليين المناصرين لتحالف طاولة الوحدة الديمقراطية خرجوا الاثنين في مظاهرة حاشدة بالعاصمة كاراكاس رافعين شعارات مناهضة لمادورو وحكومته. المتظاهرون طالبوا بإجراء استفتاء تقول عنه المعارضة إنه حق من حقوق الشعب. هذه الأزمة لن تحل مهما قالت الحكومة ومهما قالت المعارضة. هذه الأزمة ستحل بما سيقوله الفنزويليون فقط بتنظيم انتخابات مسبقة بحسب ما ينص عليه الدستور الفنزويلي. لا يمكن للأمر أن يكون محل مشاورات لأنه حق دستوري. حوالي 2 مليون مواطن فنزويلي وقعوا على عريضة لمساندة إجراء استفتاء لعزل الرئيس مادورو. قبل أسبوع قامت السلطات بإلغاء اجتماع كان من المقرر أن يتناول هذا الإجراء بين السلطة الانتخابية والمعارضة.